تعال نروح لتقرير مهم جدا جدا عن بسملة العطار. بسملة من أهالينا، بناتنا، إخواتنا قصار القامة، حصلت على المركز الأول كاراتيه. بسملة أصبحت أول مدربة كاراتيه من إخواتنا قصار القامة. شوف التقرير وبعدين فاصل ونرجع نكمل الكلام. أنا بسملة أيمن، عندي 17 سنة، لعبة كاراتيه، حاصلة على حزام أسود. أنا الوحيدة على مستوى العالم من كسار القامة من سني معايا الحزام الأسود. جيت أروح التدريب عشان أتمرن معاهم وكده عشان أروح ألعب. الكابتن نافع كان شايفني، وكان رحت للمدرب بتاعي الكابتن نافع، كنت شايفهم كلهم أطول مني، مفيش حد منهم من كسار القامة. فبعديها رحت موقفة فترة بعد الحزام الأسود. فبعديها جيت أنا نقلت، فلما نقلت أنا استقريت هنا، معرفش إن في هنا كاراتيه هنا تاني، فأنا عايزة أنزل التمرين وعايزة أروح الكاراتيه وكده. فبعد كده لقينا هنا مدرب كابتن أشرف، هنا هو اللي استقبلني وحبني إن أنا ألعب معاهم هنا. وبعديها بعد ما لقى لعبي حلو وكنت شاطرة في اللعب، لقيته جاي بيقول لي بسم الله تعالي. قلت له نعم يا كابتن. قال لي إيه رأيك تبقي مدربة؟ قلت له ماشي يا كابتن. كنت مبسوطه قوي لما قال لي ان انت تبقي مدربه. لقيت الكابتن حاببني ان انا ابقى مدربه بتاعتهم، واداني الثقه بنفسي. قال لي اطلعي العبي اللاعبين هم الفريق ده، خد الفريق ده مرنيهم. لقيت فيها روح يعني وطموح عالي في رياضه الكاراتيه، فمن هنا بدات ان انا اتبناها في الناحيه الفنيه، وهي ما شاء الله بدأت تستجيب معنا في التدريب، لأنها قعدت فترة بسبب التنمر عليها واخدة جنب كده بعيد. فاحنا تفهمنا الموضوع وبدأنا ان احنا نوظف يعني الناحية الفنية في انها يبقى ليها طموح وليها هدف في رياضة الكاراتيه. كابتن أشرف لما بدأ إن هو يدعم بسملة إن هو يحطها على الخط بتاع التدريب، كان فارق جدا في نفسيتها. في الأول كانت مخضوضة زي بالظبط ما كانت بدأت إن هي تدخل كلاعبة، وبعد كده ما وقفت وبدأت اللاعبات اللي معاها أو اللاعبين اللي معاها يتجاوبوا معاها ويبقوا حابينها، فرق كتير جدا جدا معاها في نفسيتها، وبدأت يبقى عندها روح كاريزمة القيادة. يعني هي دي نقطة اختلفت معاها كتير. بتعامل مع اللعيبة عندي كحب عشان مش عايزة أضايق حد، وكله هنا حاببني وبمرنهم حلو، فهم بيقولوا لي تعالي يا كابتن انتي مرني، تعالي لا يا كابتن انتي اللي مرني. من كذا أحزمة هم اللي عايزيننا مرنهم، لا يا كابتن ما تمرنهمش، تعالي مرننا احنا. فهم لما بيقولوا لي كده أنا بقيت أتبسط، وهم كله هنا حاببني. أحاول إن أنا ما أزعلهمش، أحاول إن أنا أبقى مصاحباهم او زي اختهم، ان انا اتعامل معاهم حلو ونقعد نضحك شويه نهزر شويه، لكن في وقت التمرين لا، في وقت التمرين يبقى جد خلاص، احنا بنتمرن يبقى كل حاجه بجد، ومش هنبتدي هزار. الهزار ده بيبقى شويه كده، بيبقى وقت الراحه او وقت بعد ما بنخلص ده بشويه بنهزر فيه، لكن غير كده في وقت التمرين لا، كله هنا جد. حلمي ان انا العب في نادي الزمالك عشان انا زملكاويه وقلبي ابيض وفيها خطين حمر.